بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. من خلال هذا المقطع البسيط أوجه رسالة ونداء لكل أحرار العالم، لكل من يعمل في مجال حقوق الإنسان، لكل سياسي، لكل من له صوت إعلامي، أن يتحرك لفضح جرائم النظام السعودي تجاه أحبتنا وأهلنا في العربية السعودية، وخصوصا منطقة القطيف ومنطقة العوامية، وما يجري واقعا من محو لتراث هذه المنطقة وتراث ثقافة أو ثقافة منطقة القطيف، وخصوصا وبالتحديد منطقة العوامية. الذي يحصل في العوامية هو جريمة في حق الإنسان، جريمة تجاه مكونات تعيش على أرض الجزيرة العربية. الذي يحصل في العربية السعودية الآن هو قتل خارج إطار القانون، مخالفة للقانون الدولي. الذي يحصل في العربية السعودية الآن قتل على الهوية، ما يحصل من جرائم تجاه الطائفة الشيعية مؤخرا في المنطقة الشرقية هو جريمة في حق المكونات التي تعيش على أرض الجزيرة العربية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم على أهل الجزيرة العربية بالأمن والأمان، وأن يحفظ شيعة أهل البيت في كل مكان، وخصوصا في منطقة الخطيف، وما ما يحصل عليهم من جرائم وظلم من قبل النظام المستبد، النظام السعودي الذي يرتكب المجازر في اليمن والعراق وسوريا، والذي أيضا كان له دور بارز في قمع الحراك السلمي في البحرين، وهذا دليل على أن هذا النظام هو نظام قمعي لا يرغب بوجود أنظمة تكون أن يكون لشعوب هذه المنطقة دور في حكم نفسها بنفسها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم على أهلنا وأحبتنا في القطيف الحبيبة بالأمن والأمان، وكل مكونات الجزيرة العربية سنة شيعة زيديين غيرهم من المكونات التي تعيش على أرض الجزيرة العربية. أسأل الله أن يحفظهم ويحميهم، وأن يعيشوا في ظل هذه شبه الجزيرة العربية، متعاونين، متآلفين، يكون الود بينهم، وأن لا تكون هذه الحكومة هي حكومة استبداد تريد قتل الإنسان فقط على الهوية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.